الصف الثاني الثانوي، كلمات ترجمة المعاصر، يونت 4، مفتاح كي، شخصي بيرسونال، مهني كارير، ضروري necessary، خاصة own، تطوير develop، مهارات skills، أداء performance، أعمال businesses. هذه الأيام nowadays، ممكن possible، رائع أو بارز significant، متنوع أو مختلف various، الصناعة industry، نظام system، يتطور evolve، سرعة speed، علمي scientific، تكنولوجي technological، تطور أو تنمية development، اختراع invention، يوجد أو يبدع create، أخرها إي create، مفردات vocabulary، انتقال transmission، ثورة revolution، رقمي digital، ذكي smart، يسمح allow، جودة عالية high quality، حياة كريمة decent life، مبادرة initiative، تحديث updated، طوال الوقت all the time، يهدف إلى aim to، رفع raise، مستوى المعيشة living standard، مصاعب hardships، electronic، الصحف newspapers، اختفاء disappearance، تكلفة أو مكلف expensive، أسرع faster. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، بعد محاضراتكم ذكرتوا الكلمات الخاصة، الكلمات الخارجية بخاصة كتاب المعاصر في يونت 4 بيج 258، صفحة 258. تعالوا كده نشوف التراجم مع بعضينا. ترانزليت انتو عربك. اتس ويل نون، يعني اتس ويل نون؟ من المعروف. اتس ويل نون ذات، يعني معروف جيدا. كوميونيكيشن، كوميونيكيشن التواصل. الذكي اللي هو الايه؟ مفتاح. تو بيرسونال اللي هو شخصي. اند كارير سكسس اللي هو ايه؟ النجاح في المهنة يعني. ذات ميكس، من ما يجعل ات نيسيسري. يعني ايه نيسيسري؟ ضروري. فور ايفري بادي، على كل ايه؟ على كل شخص. تو ديفلوب، ما معنى كلمة ديفلوب؟ يتطور. ذير اون كوميونيكيشن اللي ايه؟ التواصل. سكيلز يعني ايه؟ المهارات. يبقى على بعضيها كده هنقول ايه بقى؟ من المعروف ان التواصل هو مفتاح النجاح الشخصي والمهني. احنا قلنا كارير، هنا مقصود بالمهني. وهذا يجعل من الضروري للجميع تطوير مهارات التواصل الخاصة بهم. نمبر 2، كمبيوتر سكيلز. يعني ايه سكيلز ديت؟ مهارات الكمبيوتر. ار نيسيسري، يعني ضروري. فور ذا بيرفورمانس، يعني ايه؟ اداء. اوف ا لوت اوف بزنسز، يعني اعمال ايه؟
أعمال تجارية. nowadays أنا هذه الأيام. You also وأنك أيضا need to know تحتاج أن تعرف to use networking platforms. networking platforms اللي هي المنصات بتاعت التواصل الإلكترونية. The best way possible. إن مهارات الكمبيوتر ضرورية لأداء الكثير من الأعمال في الوقت الحالي. يبقى كلمة nowadays وصلت بقى لإيه؟ الوقت الحالي يعني. وإنك تحتاج أيضا إلى معرفة كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي networking platforms، مقصود بها هنا مواقع التواصل الاجتماعي بأفضل طريقة ممكنة اللي هي the best way possible. نمبر 3 Egypt has achieved، ما معنى كلمة achieve؟ حققه. significant progress يعني تقدما ملحوظا أو تقدما بارزا. يبقى كلمة progress تمام تقدم. in various اللي هي ايه؟ مختلف. fields مجالات. of industry الصناعة. agriculture الزراعة. and modern technology والتكنولوجيا الحديثة. now it is working on يعني تعمل على developing تطوير education system نظام التعليم. على بعضها بقى نكتبها كده. لقد حققت مصر تقدما كبيرا في مختلف المجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة والآن هي على طريق التطوير التعليمي. طيب تعال نشوف ترانزليت انتو انجلش. ان اللغة تتطور. كلمة تتطور ديت يعني مقصود بها ايفولف. بيفولف دي اهي ايفولف بنفس السرعة يعني at the same speed. بنفس السرعة ده معناها كده ايه at the same speed. at the same speed تمام as طبعا كده نحط بعدها as. التطور العلمي اللي هو scientific والتكنولوجي اللي هي تكنولوجيكال بقى يبقى ديفلوبمنت. طبعا احنا هنا مثلا عشان خاطر هنقول ايه هنقول تكنولوجيكال اند ساينتفك ديفلوبمنت هنجيبها من الشمال لليمين يعني. فالاختراعات الجديده اللي هي نيو ايه انفنشنز اوجدت يعني فاوند مثلا او كرييتد مفردات جديده اللي هي نيو فوكابلري. كما ان شبكات التواصل الاجتماعي السوشيال نتوركينج سايتس اللي ادت الى يبقى ايه تو تمام الى سرعه ذا رابيد. سرعه يعني ايه رابيد. كلمه انتقال يعني ترانسميشن تمام ترانسميشن. المفردات اللي هي ايه اوف فوكابلري من لغه لاخرى يبقى فروم وان لانجويج تو ايه تو انذر. يبقى نقوله كده بالراحه مع بعضنا يا جماعه لانجويج جوز ايفولف. ايفولف قلنا يعني ايه تتطور at the same speed يعني بنفس الايه السرعه as. نيجي بقى لما نقول التطور العلمي والتكنولوجي هنقول تكنولوجي علمي تطور as technological and scientific development. فالاختراعات الجديدة يبقى نقول ايه new inventions. وشايف مثلا احنا نحطها في المضارع التام احسن يعني نقول have اهو created لانه يعني نقول لما نقول اوجدت دي ده حاجة وقعت في الماضي وما زال الاثر قائم. الله يرضى عليك. have created اهو new vocabularies يعني مفردات جديدة and social networking working sites اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. طيب هنقول have برضو led to the speed sorry the rapid transmission the rapid transmission of vocabulary يعني الكلمات from one language اللي هي لغة to a to another. بارك الله فيك. منذ 20 عاما تقريبا يعني هنقول ايه هنقولها كده هنقول nearly 20 years ago يعني يا ريت تحفظوا الحاجات اللي زي دي مثلا بعد كده nearly اللي هو ايه تقريبا 20 اهو years ago
كان التليفون، يعني التليفون اللي المحمول اللي هو زي موبايل فون، كان طبعا هنقول ووز كونسيدرد ثورة كبيرة. ما معنى كلمة ثورة يا مس؟ ريفولوشن. الله يرضى عليك يا شيخ، ريفولوشن. طب لما نقول كبيرة مثلا نقوله جريت، أو نقول مثلا ميجور، تمام؟ في عالم يبقى إن زي إيه؟ In the world of communication، تمام؟ ولا زالت هذه الثورة. طب نبدأ بإيه؟ بكلمة الثورة، لأن إحنا طالما لا زالت كده يبقى دي بداية جملة، يبقى نقول this revolution is still going on، يعني كلمة ولا زالت مستمرة دي إكسبريشن، يبقى is still كده أهو going أهو on، تمام؟ وتأتي لنا بالجديد، and it brings us new things، يعني أشياء جديدة، كل يوم يعني every day في عالم التواصل الرقمي، عالم التواصل الرقمي، عالم يعني إيه؟ the world. طب التواصل الرقمي يعني مثلا هنقولها إزاي؟ هنقول ديجيتال اهو، والتواصل يعني كوميونيكيشن. بارك الله فيك، كوميونيكيشن. يبقى تعالى ناخدها على بعضها كده يا مس، هنقول ايه بقى؟ هنقول منذ 20 عاما، يبقى هنقول nearly اهو 20 years ago the mobile phone was considered، يعني ايه مس؟ يعتبر. لما نقول ثوره كبيره يبقى نقولها ازاي؟ a major. ليه؟ لان الصفه بتصف الاسم وتاتي ايه؟ قبله. الله يرضى عليك، major revolution، تمام؟ في عالم يبقى نقول ايه؟ in the world of in the world of ايه؟ communication. communication. طيب ولا زالت، يبقى and it is still still اهو going on it brings، يعني انها ايه؟ تحضر او تاتي لنا أو brings us new things، يعني اشياء ايه؟ اشياء جديده، تمام. every day يعني كل ايه؟ كل يوم. كل يوم في عالم in the world of التواصل الرقمي digital communication. الله ربنا يرضى عنك يا رب. digital communication تتيح الاجيال الجديده. كلمه يتيح يعني ايه مس؟ يعني يسمح، يعني ايه؟ الاجيال الجديده new generations. الله يرضى عليك. يبقى كلمه جيل يعني ايه؟ generation. من الهواتف الذكيه اللي هي سمارت ايه؟ سمارت فونز، تمام. طيب اجراء مكالمات فيديو بجوده عاليه، يعني نبدا بكلمه جوده عاليه ده، فهنقول هاي كواليتي، وبعدين فيديو ايه؟ فيديو كولز اللي هي مكالمات فيديو، وذلك من خلال يعني سرو شبكه الانترنت السريع. طبعا هنجيبها بالشكل كده، هنقول ذا فاست انترنت ايه نتوركس، لان احنا طبعا قلنا شبكات الانترنت السريع لما بيبقى عندنا اسم وبعد بيبقى عدة صفات بنجيب من الشمال لليمين، يعني نبدا بالسريع وبعدين انترنت وبعدين ايه؟ شبكات التي يعني ذات تنتشر سبريد، والافضل نخليها مضارع التام، يعني نقول هاف سبريد على اساس انه فعل بدا في الماضي واستمر ايه؟ في كل انحاء العالم، يبقى الاوفر ذا ايه؟ ذا ورلد. يلا احنا مع بعضنا بقى كده نقول ايه بقى؟ يلا بسم الله، هنقوله نيو جينيريشنز، نيو جيني ريشنز اللي هي ايه؟ اجيال جديده اوف سمارت فونز اللي هي الهواتف الذكيه. اللاو هاي كواليتي اللي عالي الايه؟ الجوده. فيديو كولز ثرو يعني اللي هي من خلال مس ايه؟ شبكات الانترنت السريع، يبقى هنقول ايه؟ اللي هي فاست انترنت، يبقى نت وركس ذات يعني التي انتشرت يا مس، يعني سبريد او هاف سبريد. ايوه في كل ربوع العالم، اول اوفر ذا ورلد طب تيست على اليونت 4 بيج 268 صفحه 268 اللي هي ترانزليت انتو عربي، بيقول بقى ايه؟ ديسنت لايف انيشيتيف، مبادره حياه كريمه. تاني كده بالانجلش بقى، ديسنت لايف انيشيتيف ايمز يعني تهدف، تو ريز ما معنى كلمه ريز؟ يا رفع.
the living standard اللي هو ايه living standard مستوى المعيشة تمام of those who suffer from يعني suffer from يعاني the hardships اللي هي الايه الصعاب of life اللي هي الايه الحياة طبعا على بعضيها كده مثل نقول تهدف مبادرة حياة كريمة إلى رفع مستوى المعيشة لمن يعانون من مصاعب الحياة كمان مرة يا مس تهدف مبادرة حياة كريمة ها؟ إلى رفع المستوى المعيشي لمن يعانون من مصاعب الحياة يعتقد البعض أن الكتب كلمة يعتقد يعني إيه؟ بيليف وكلمة البعض ديت مثلا لما لقوها الطلبة يبدأوا كده يقولوا some people some people يعني البعض مش هخطر ما فيش حاجة يعني هي كلمة البعض مقصود بها بعض الناس يعني أن الكتب والصحف الإلكترونية كلمة إلكتروني يعني إيه؟ إلكترونيك إلكترونيك بالكتب قلنا يعني بوكس والمجلات يعني نيوز إيه؟ نيوز بيبر ستؤدي إلى يعني will lead to اختفاء مس اللي هو إيه؟ disappearance اختفاء نفسه الكتب اللي هو الإيه؟ بيبر بوكس والصحف الورقية اللي هي نيوز بيبرز فالصحف الإلكترونية فادية تترجم على as فادية تترجم على إيه؟ على as ولما نقول الصحف الالكترونيه هنقولها ازاي بقى الكترونيك نيوز بيبر الله يرضى عليك الكترونيك نيوز بيبر اقل تكلفه واسرع انتشار كلمه ينتشر يعني سبريد تمام والماضي منها يبقى ايه مس سبريد تمام اسرع يعني ايه فاستر تمام ويتم تحديث كلمه يحدث يعني ابديت كلمه تحدث يعني ايه ابديت طوال الوقت يعني ايه اول ذا تايم تمام تعال نشوفها على بعضيها كده some people believe that electronic books and newspapers will lead تمام to the disappearance of paper books and newspapers as electronic newspapers are less expensive and spread faster and are updated all the time.